الذي شكرا شكرا شكرا. اذا مرحبا احبائي الاطفال في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا، الى حبيتوا تحضروا كما اصدقائنا هنا معنا وتفرحوا معنا، ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com للتسجيل بالطريقه التاليه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تسجلوا عمو يزيد راح يكلمكم كامل عبر الإيميل ولا عبر الهاتف باش يستقبلكم في هذه الحصة الجميلة. أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي يجيب لنا بريد أصدقائنا الأطفال، وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائلكم هنا في هذه الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. تحية تحية لصهيب ساعي البريد، أصغر ساعي بريد في العالم. مساء الخير يا أطفال، مساء الخير عمو يزيد. مرحبا مرحبا صهيب، وش رايك؟ لاباس وليدي؟ لاباس، جا في الوقت نتاعو ماهوش متأخر. إذا ساعي البريد دائما منضبط، هو اللي يجيب لنا الرسائل الطرود، واللي يجيب لنا الأخبار الجميلة والأخبار المفرحة. إذا عندك رسائل تاع أصدقائنا الأطفال؟ نعم. جميل جميل، ضعها في علبة البريد ومن بعد عمو يزيد راح يقراها لك. أصدقائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا. مع السلامة يا أطفال. مع السلامة مع السلامة. قبل ما نطرقوا اليوم العالمي، موضوع اليوم هو موضوع التعاون. في كل مرة نحاول نطرقوا الموضوع اللي من سمات الطفل الخلوق. كاين التعاون، وش هو التعاون؟ أننا نكون متعاونين فيما بيننا. إذا أحبائي التعاون فيما بيننا مهم جدا جدا جدا. كاين يوم عالمي مهم يصادف يجي في هذه الفترة، هو في 6 يناير 6 جانفيي من كل سنة، هو يوم عالمي للتضامن مع يتامى الحروب. أحبائي على بالكم باللي في العالم احنا الحمد لله رانا في أمان، كاين أطفال اللي يعانيوا من الحروب يتموا كامل. إذا الأمم المتحدة داروا هذا اليوم اللي هو 6 يناير باش نتوقفوا ونتضامنوا مع هاد الأطفال اليتامى، يتامى الحروب خاصة. حبوا الأسئلة والألغاز؟ شاطرين انتما؟ إذا لغز اليوم أو سؤال اليوم يقول: ما هي أكبر قارة في العالم؟ ما هي أكبر قارة في العالم؟ معلش على بالي شاطرين، فكروا لغايه نهايه الحصه. انتم واصدقائنا لما يشوفوا فينا عبر التلفزيون يقدروا يشاركوا في الاجابه عن اللغز بهذا الطريق. اذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. اذا احبائي مدبي اليوم حبيت نتكلم معكم شوية. واسمك بنتي؟ واسمك؟ واسمها؟ الله يبارك، شحال في عمرك؟ في خمسة. خمسة؟ لا وش؟ لا لا ها؟ جيت ادخل الجمعية العام الجاي. مين تسكني بنتي؟ وين تسكني؟ نسكن في جيجل. في جيجل، الله يبارك. لعند خوالي. ها؟ لعند خوالي. جيتوا عند خوالكم؟ الله يبارك، وجيتوا تحضروا في حصة عمو يزيد. ايه. عجبكم الحال؟ ايه. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. واسمك بنتي؟ ريتاج. ريتاج، وين تسكني ريتاج؟ في مدية. في مدية، خيار الناس، شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك، وأنت يا بنتي واسمك؟ ملك. ملك، وين تسكني ملك؟ في مدية. في مدية كذلك، شاطرة في الدراسة؟ الله يبارك. واسمك ولدي؟ محمد. محمد، وين تسكن؟ بودوا. في بودوا، وخيار الناس، خيار الناس. جيتونا من الجزائر العميقة كلها؟ الله يبارك. وانت يا بنتي واسمك؟ زهراء. زهراء، وين تسكني زهراء؟ تسكن في تيبازا. في تيبازا، الله يبارك، الله يبارك. كاين نشوف أطفال جاونا مع الجمعية. واسمك وليدي؟ أيمن. أيمن، وين تسكن أيمن؟ بودواو. في بودواو، مع من جيتو؟ مع جمعية باب الأمل. باب الأمل، لأي مدينة؟ لبودواو.
بودواو. في بودواو. نعم. جمعية باب الأمل. الله يبارك. إذا تحياتنا للجمعيات، وخاصة الجمعيات القائمة على تربية الأطفال. جميل جدا. إذا باب الأمل تحياتنا وشكرا للحضور. واش رايكم دركا نروحوا مع ياسمين؟ راح نتعرفوا بشخصية مرموقة في العالم العربي والإسلامي، هو أبو الطيب المتنبي. إذا تحية لياسمين. تفضلي ياسمين، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم باش نقرا لكم عن شخصية أبو الطيب المتنبي. ولد أبو الطيب المتنبي في 915 ميلادي نسبا إلى قبيلة كندل، نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم. كان من أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكنا من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية. فيوصف بأنه نادر زمنه وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء، وهو شاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي. ولقد قال الشعر صبيا، فنظم أول أشعاره وعمره 9 سنوات، واشتهر بحدة الذكاء واجتهاده. وكان المتنبي صاحب كبرياء وشجاعة وطموح ومحب للمغامرات، وكان في شعره يعتز بعروبته ويفتخر بنفسه، وأفضل شعره في الحكمة والفلسفة الحياة. وصف المعارك إذا جاء بصياغة قوية محكمة، وكان مبدعا عملاقا غزير الإنتاجي يعد بحق مفخرة للأدب العربي. فهو صاحب الأمثال الصائرة والحكم البالغ والمعاني المبتكرة. هو قائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ترك تراثا عظيما من الشعر القوي الواضح يضم 326 قصيدة تمثل عنوانا لسيرة حياته. صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري. أوضح تصوير فيلما كان المتنبي عائدا إلى الكوفة. توفي وابنه بالقرب من دار العاقول غربي ببغداد في 965 ميلادي. شكرا ياسمين. إذا أحبائي، أبو الطيب المتنبي هو نادرة زمانه، كان من أكبر الشعراء العرب. وش رأيكم أحبائي؟ لما الطفل بالمرات أنتم كأطفال لما تحبوا تستفسروا على أي شيء، بالمرات الطفل يخجل باش يطرح سؤال، بالمرات تتردد تقول نطرح سؤال، لا ما نطرح سؤال وكامل. ولكن احنا عمو يزيد ووالديكم المربيين تاعكم كلهم، احنا نشجعوكم دائما باش تطرحوا الأسئلة تاعكم. لذا عمو يزيد لكم أغنية قول فيها: اسأل يا ابني اسأل لا تخجل. إذا يلا تغلوا كمل معايا: اسأل يا ابني اسأل لا تخجل. اسأل يا ابني اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. كيف يسير البدر هلالا، كيف يسير الماء سحابا، كيف السماء تعطي مطرا، اسأل يا ابني. كيف يسير البدر هلالا، كيف يسير الماء سحابا، كيف السماء تعطي مطرا، اسأل يا ابني. اسأل يا ابني اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. لماذا الطير وسط الغابة يغني لحنا دون ربابة، لماذا البحر ازداد جمالا، اسأل يا ابني. لماذا الطير وسط الغابة يغني لحنا دون ربابة، لماذا البحر ازداد جمالا، اسأل يا ابني. اسأل يا ابني اسأل لا تخجل،
اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل. اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. لماذا الشجر يعطي غلالا؟ لماذا الزهر زاد جمالا وبان الفجر بعد الليل؟ اسأل يا ابني. لماذا الشجر يعطي غلالا؟ لماذا الزهر زاد جمالا وبان الفجر بعد الليل؟ اسأل يا ابني. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل. اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل. اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. شكرا شكرا شكرا. اسأل يا ابني اسأل لا تخجل. اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. أحبائي، لا يجب الخجل من السؤال. يجب إذا كان عندك سؤال في الدرس ولا في البيت ولا حقيقة، لازم يكون بنظام، ترفع صبعك وسنعتك الإذن. يا أخي أحبائي، ما لازمش الفوضى، ولكن السؤال من حقكم أنكم تطرحوا الأسئلة اللي تحبوها للاستفسار. يا أخي أحبائي، واش رأيكم دركا نروحوا مع عمو نور الدين اللي جانا مدينة تيارت في ألعاب الخفة؟ يلا تفضل عمو نور الدين. تحية تحية. يلا تصفيقة تصفيقة على عمو نور الدين. تفضل تفضل. بعد ألعاب الخفة راح ندركا اكتشفوا معلومة جديدة في فقرة هل تعلم مع ياسمين. إذا تحية لياسمين، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن السلحفات والذبابة والأفعى لا تمتلك حاسة السمع؟ برافو 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 برافو. شكرا 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 ياسمين. إذا أحبائي، هذه الحيوانات لا تمتلك حاسة السمع. كان بزاف اللي كان على بالهم. انتم شاطرين، جميل يا احبائي انكم تتقفوا وتطلعوا على هذه المعلومات هذه. واش رايكم دركا نروحوا نحكي لكم حكايه الام الحكيمه؟ يلا معايا. اذا احبائي الاطفال، كما وعدتكم مقبله نحكي لكم حكايه الام الحكيمه. واحد النهار كانت واحد الام عندها زوج دراري عايشين في واحد المزرعه، وهذيك الأم عندها بقرة، بقرة حلو. كانت هي اللي تحلب هذيك البقرة، هي اللي تدي الحليب للسوق تبيعه كامل.
واحد النهار الام هذه كانت عندها وليمه، كان لازمها تسافر تروح. كي جات رايحه عندها زوج دراري، عندها كريم ووائل. كريم شاطر، على بالها بلي شاطر والناس تحبه وكامل، بصح وائل شويه قبيح، شويه قبيح، ما يعرفش يتعامل مع الناس، مش يحبوه يعني، مش يبشوش، دائما مشنف دائما. خلاتهم وراها قالت لهم شوفوا، قالت لهم هنخليكم ورايا ايام، ولكن لازم تعتمدوا على نفوسكم، انني رايحه دبروا لي صح. قولها ايه صح. راحت الام ومن بعد هما الاخوه كريم وائل تفهموا باللي كل مره دالت واحد. نهار اللي كريم هو اللي يحلب البقره، وائل هو اللي ياخذ هذاك الحليب للسوق باش يبيعوا. نهار الاول وائل هذاك اللي قبيح شويه هو اللي حلب البقره، وكريم راح للسوق يبيع الحليب. كريم بشوش مع الناس، يعرف يتعامل معاهم، حنين ظريف، باع كاع الحليب ورجع للدار. قالوا لي بعت الحليب خلاص، هم النقود ناكلوا بهم وكامل بلا ما تجيب مالا. قالوا صح. غدوه من ذاك كان دور كريم انه يحلب البقره، وائل هو اللي راح للسوق. لما راح وائل للسوق يشنف على الغاشي، ما كانش ظريف، ما كانش عاقل، مشنف عليهم وكامل، ما باع والو. كيرجع للسوق، كيرجع للدار، قال له وراه الدرهم تاع الحليب؟ قال له رجعت بالحليب هكذاك ما بعت والو. قال له علاش؟ قال له يا خويا على بالي بلي راني غلطت وحبيت نجي لعندك باش تفهمني. قال له ما فهمتش علاش الناس يحبوك وانا علاش ما نبيع والو وما يحبونيش وكامل. قال له يا اخي، قال له حتى كي تتعامل مع الناس وتبيع لهم وكامل لازم تكون بشوش، لازم تبسم باش الناس تحبك، وكان ما تكونش ظريف مع الناس الناس ما يتعاملوش معاك. ومن بعد رجعت يماهم. كي رجعت يماهم واش يقول لها وائل؟ قال لها يما على بالك كريم خويا عطاني درس كبير في الاخلاق، فهمت باللي في هذه الدنيا هذه لما ما تكونش عندك اخلاق وما تكونش ظريف وما تكونش بشوش ما تقدرش تتعامل مع الناس. عمو يزيد، عمو يزيد، استخلصوا من الحكاية تاع اليوم أنه يجب علينا أن نتعلم الاعتماد على أنفسنا وحسن الخلق مع الناس. بالضبط 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 بالضبط. تحية 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 البوبي. إذا أحبائي هذه الحكاية تعلمنا شيئين. الشيء الأول هو الاعتماد على النفس، راح تماهم خيرتهم وحدهم يعتمدوا على أنفسهم. والشيء الثاني هو حسن الخلق، لازم الإنسان يكون متربي، إلقاء السلام والابتسامة، الإنسان لازم يكون عنده خلق حسن يا أخي. أحبائي هذا وعد، يلا معايا. إذن أحبائي الإنسان الخلوق والطفل الخلوق يحبه كامل الناس اللي عنده الخلق الحسن. إذن يجب أن نتحلى بمكارم الأخلاق يا أحبائي. تركة الحقنا الركن اللي نحبه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي أرواحي أروحي. حبيت تجيبي أختك معك؟ تعالي جيبيها أروحي بنتي، تعالي 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 أروحي للعروسة أروحي، يلا جيبوا يلا هيا أروحي أروحي بنتي، تعالوا أروحوا بنا أقعدي. هلا واسمك بنتي؟ زهراء. زهراء وأنتي؟ واسمها؟ منار. منار، منار شحال في عمرك منار؟ منار شحال في عمرها؟ أربع سنين. الله يبارك الله يبارك. وين تسكنوا؟ تيبازا. في تيبازا. أنت تاني تسكن في تيبازا؟ ها؟ الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد طفل راه يقرأ في المدرسة، قالت لهم المعلمة جيبوا لي سيالة خضراء وسيالة حمراء، مش ما ينساش قاعد غير يعاود سيالة حمراء سيالة حمراء سيالة خضراء، حتى كي يوصل للدار غلط، مش يقول سيالة حمراء قال دجاجة محمرة، مش يقول سيالة خضراء قال جيبا خضراء. بعد قال لي يما هكا، مدت له يما، كي راح ليكل قالت له المعلمة قالت له شا جبت؟ قال لها جبت الدجاجة المحمرة وجبت جيبا خضراء. برافو برافو بنتي برافو. تعال تعال. تعال واسمك ولدي؟ أيمن. أيمن وين تسكن أيمن؟ بودواو. في بودواو. احكي لنا النكتة تاعك وليدي. شو قال لك واحد الخطرة واحد العجوزة وليدها يخدمها كل يوم،
كي كان خارج قالت له يا وليدي ان شاء الله تصيبها قدامك خضراء وموراك خضراء، غير خرج داوها زوج جدارميه للحبس. تعالي تعالي اروح تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ بتول. بتول، وين تسكني بتول؟ في خميستي. في خميستي، الله يبارك. حكينا نكتة تاعك بنتي. كنروح للراجل يمشي يمشي نضم على الشجره، جلس جلس سمحي لي. ومن بعد كان يمشي يمشي طاح. يلا الله سمحي لي. ايه؟ ومن بعد كان يمشي ومن بعد سيتيها؟ معليش معليش بنتي تفضلي. تعال تعال بنتي اروح. ايه تعال. تعال بنتي. ما اسمك بنتي؟ فتيحه. فتيحه، وين تسكني فتيحه؟ في مويلحه. في مويلحه، هذه في بودواو. الله يبارك الله يبارك. تحياتنا، مرحبا بكم. كاين نكته تاعك بنتي؟ خطأ واحد الطفل قالت له أستاذة بلي شرو كوس هو يمشي ويقول كوس كوس كوس، راح لبابا قالوا شي ناتروس أستاذة شو ناتروس، راح أتوس على القلها في تاع العالم قالت له يا قتلك شري كوس مش ناتروس. برافو 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 برافو، شكرا شكرا. الحقنا دركا الركن البريد. إذا بوبي شوف البريد تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا، وانتم يا اصدقاء الى حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا، ما عليكم الى ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا بوبي، شكرا. تحيه تحيه لبوبي، تحيه تحيه تحيه. اذا الرساله الاولى، الرساله الاولى من عند دلمي سندس ملاك 11 سنه مدينه العلمه ولايه سطيف، قالت لكم اريد المشاركه في الحصه يا عمو يزيد. إذن سندس ملاك ديال ميم العلمة، مرحبا بك بنتي، مرحبا بك، سوف نتصل بك باش تجي تحضري معنا في حصتك المفضلة. الرسالة الموالية، مرنيلة أيمن 10 سنوات مدينة باب الواد ولاية الجزائر العاصمة، قال لكم أحبكم كثيرا وأحب الحصة. إذن أيمن شكرا لوليدي من باب الواد، عمو يزيد يحبك أكثر فأكثر. الرسالة الموالية، أفضل ياسمين 3 سنوات مدينة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، الله يبارك، قالت لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أم ياسمين وكم معجبة بما تقدمه للأطفال يا عمو يزيد، وأمنيتي أن أحتفل بعيد ميلاد ابنتي وحيدة في حصتك رائعة وشكرا. إذن يا أم ياسمين من تلاغ ولاية سيدي بلعباس، ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة، وسوف نتصل بكم للاحتفال بعيد الميلاد بالطبع. الرسالة الموالية، بنور حاتم 5 سنين ومنال أخته 8 سنوات ووسام أخته تاني 7 سنوات من مدينة البوليدة، قالت لكم حصة رائعة للأطفال. إذن بالنور حاتم منال ووسام، شكرا على المراسلة وأنتم أروع أنتم أروع. الرسالة الموالية، بالعيدي بالعيدي خليل عبد العزيز وزاكي وعبد المنعم 4 سنوات 7 سنوات و 6 سنوات من مدينة بير خادم من الجزائر العاصمة، قال لكم أريد أن أشارك أنا وأخي لأننا نحبكم كثيرا يا عمو يزيد ونحب الحصة الترفيهية. إذن شكرا بالعيدي خليل عبد العزيز وزكي عبد المنعم على هذه المراسلة، عمو يزيد يحتفظ برسائل تاعكم الجميلة. الحقنا دركا الجواب عن اللغز. إذن ما هي أكبر قارة في العالم؟ تعال 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 وليدي، واسمك؟ رياض. رياض وين تسكن؟ في بودواو. في بودواو،
ما هي أكبر قارة؟ إفريقيا. لا 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 ماشي إفريقيا. تعالي بنتي تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ إيمان. إيمان وين تسكني إيمان؟ في عين الحمام ولاية تيزي وزو. ولاية تيزي وزو، الله يبارك خير ناس. تحياتنا لكل سكان القبائل الكبرى والصغرى. ما هي أكبر قارة؟ أكبر قارة هي قارة آسيا. بالضبط، أكبر قارة هي قارة آسيا. على بالكم، قعدي بنتي قعدي معايا، على بالكم شحال فيها كيلومتر مربع؟ 44 مليون و 579 ألف كيلومتر مربع. إذا أعطيني الهدية تاعها. إيه الهدية؟ شكرا شكرا. إذا بنتي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية متواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. أحبائي في كل حصة في كل حصة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة اللي رسلنا عبر البريد بإرسال خمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42000 استوالي العاصمة. اليوم عندنا عيد ميلاد مقدم محمد حسين من تيبازا 7 سنوات. تعال وليدي، أروح أروح أروح، التحق بنا التحق بنا وليدي. إذن احنا راح نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعو باش نحتفلوا بعيد ميلاده. تعالوا التحقوا بيا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. إذن برافو، ديروا معايا كامل العد التنازلي. 7 5 4 3 2 1. يلا سيب الشمعة، زيد 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 زيد، عاوني 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 عاوني. يلا برافو. إذن أعطيني الشهادة تاعو مقدم محمد حسين عمو يزيد، يعطيك هذه الشهادة، شهادة لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كذلك كامل كل واحد يأخذ شهادة كما هذه كذكرى يحتفظ بها لمشاركتكم في حصة مع عمو يزيد. وكما وعدناك رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك، ونديروا فيها الشهادة لداخل هكذا وتحتفظ بها، إن شاء الله تستفاد بها ولدي يا أخي. إذن وأنا ما بقى لي إلا أقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي
في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. جيت لحصة عمو يزيد بعد التسجيل في الانترنت وتم استدعائنا ورام قبلونا وجينا وجبت ولادي حضرنا اليوم. جيت اول مره لحصة عمو يزيد وسجلت في حصة عمو يزيد لاول مره، ربوكا استدعوني وشكرا جزيلا لعمو يزيد اللي استدعاني الحصة باش نحضر معه. تعالوا هلموا الينا انضموا مع عمو يزيد.